بقالنا فترة طويلة ما عملناش فيديوهات مشترياتي من موقع علي اكسبريس، وده الفيديو رقم 22 من مشترياتي من موقع علي اكسبريس. اللي ما شافش ال 21 جزء لازم يروح يشوفهم، هتلاقوا منتجات حلوة جدا جدا للاستئصال الحراري وللريزن ان شاء الله. في الفيديو دوت كمان الجديد معانا ان هيبقى معانا منتجات لجهاز كريكت ميكر اللي انا جبته، منتجات حلوة جدا وهتبقى رخيصة، ارخص من ان انتوا تشتروا الاصلية، وكمان هتقوم بالدور وهتعمل معاكم احسن شغل. ففي الفيديو دوت هتشوفوا منتجات لقوالب لشغل جديد ان شاء الله هنعمله مع بعض، وكمان منتجات لجهاز كريكت، وكمان للاستئصال الحراري، وفي حاجة كده بره الموضوع بس انا حاسة انها ممكن بعض الناس منكم يحبوها، فعشان كده هوريها لكم. تعالوا نبدأ مع بعض ونفتح الحاجات دي ونشوف معانا ايه. ولا استنوا نخلي دي قدام. اول حاجة معانا وهو ان شاء الله يا جماعة ان انا ناوية ادخل لكم كورس الجبس ان شاء الله هنشتغل بيه، وده الكورس اللي هيضاف للقناة ان شاء الله الفترة الجاية، ويمكن بعديها ندخل كمان الاسمنت، فان شاء الله قدامنا شغل حلو قوي. فاللي لسه مشتركش في القناة لازم يشترك في القناة وفعلوا الجرس واعملوا سبسكرايب عشان دايما يوصل لكم كل اشعاراتي الجديدة. القالب دوت زي ما انتم شايفين طبعا هو متوسخ شوية لان انا مصبرتش وعملت عليه تجربة في فيديو من الفيديوهات اللي هتنزل لكم في الكورس بتاع الجبس ان شاء الله الفترة الجاية اهو. بس هو عامة صغير شوية، يعني لو حد هيجيبه اعملوا حسابكم ان هو حجمه صغير شوية اوكي. بس الصراحة الخامة بتاعته طلعت حلوة قوي. وطبعا يا جماعة كل المنتجات دي هتلاقوا اللينكات بتاعتها موجودة تحت الصندوق الوصف اللي هو الديسكريبشن بوكس، توصلوا له عن طريق المثلث الصغير اللي بيبقى تحت اسم الفيديو. فاول حاجة معانا هيبقى القالب ده. كمان لشغل الجبس جبت كمان القالب ده، هفتحه لكم. انا كنت عايزة اجرب فيه بس قلت لا اصور لكم الفيديو دوت الاول علشان تشوفوا الحاجة وهي جديدة كده وجميلة. ده القالب دوت انا جايباه بالاكتر عشان نقدر نعمل مداخر مع بعض. وخدوا بالكم برضو واطمنوا ان في الكورس بتاع الجبس ربنا يسهل ان شاء الله هعمل لكم ازاي نقدر نعمل قوالب من علبة زبادي وبلاستيك وحاجات كده كتير. هنعرف ازاي نلون، هنعرف ايه الالوان اللي هتثبت وايه اللي مش هتثبت، تكنيكات كتير. فان شاء الله يا رب يبقى كورس حلو ان شاء الله ونبدا فيه الفتره الجايه. زي ما انتم شايفين الصراحه القوالب دي حجمها حلو قوي، واتوقع هتبقى مناسبه للمبخره، ودوت هنشوفه طبعا لما اجربها واشتغل بيها. خلاص اهي تقريبا دول القلبين اللي يخصوا موضوع الجبس اللي انا بقول لكم عليه. نشوف ايه اللي هنا. دي الادوات اللي تخص الصلصال الحراري. في أداة تالتة وأنا استخدمتها في الفيديوهات معاكم، بس الصراحة أنا مش قادرة أوصل لها، يعني معرفش بقى كنزي كانت بتشتغل بيها بقى ولا بتلعب بيها ولا بتعمل إيه. يعني في أداة تالتة لو بتتابعوا الفيديوهات الأخيرة ليا هتلاقوها ظهرت، كان لونها أزرق كده ورفيعة، وهنا كده رفيعة خالص للتنعيم. دي أدوات سيليكون للتنعيم وتقدروا تشتغلوا بيها. الأداة التالتة يا جماعة زرق، أنا هحاول أحط لكم الصورة بتاعتهم هنا علشان تبقوا عارفين برضو شكلها. فيها جزء رفيع للتنعيم وإن أنت تشكلي بيها حتت رفيعة، فالصراحة أدوات حلوة جدا وإن شاء الله تعجبكم. برضو حابة افكركم ان اللينكات كلها هتبقى موجودة في الديسكريبشن بوكس. وللمعلومة برضو انا برا قطر يا جماعة عشان الناس اللي هتسألني هم في مصر وهيسألوني الشحن بكام والجمارك، انا ما عنديش جمارك في قطر والاسعار بتبقى مكتوبة في الموقع. دي ادوات علشان بصوا الادوات دي ممكن تستخدم طبعا في الديكوباج، ممكن تستخدم في كذا حاجه، ممكن احتمال استخدمها معاكم في الجبس احنا لسه مش عارفين. خلاص طبعا دي المدق معروفه يعني. انا دي لا اخليها قدام شويه، دي حاجه حلوه قوي للاستئصال الحراري. انا صراحه كنت ناويه ان انا ما نزلهاش الا ما اشتغلها في فيديو، بس الوقت مش يعني ما اسعفنيش ان انا اخلصها، فقلت خلاص انا هوريها لكم. ده ستنسل زي الستنسل، هو بيستخدم تقريبا ممكن يكون للكيكس والحاجات دي، اتوقع انه ممكن نستخدمه. يعني انا جايباه بنيت ان انا استخدمه للصلصال، كمان ممكن للريزن، كمان ممكن ندخله في الجبس. فبصوا توقعوا ان انا هستخدم كل الخامات دي في كل حاجه. خلاص
شايفين شكله الرسومات بتاعته حلوة جدا واحجام وكده، حتى عارفين لو انتوا عاملين لبس عروسة حتى ممكن بالصلصال يعني تقدروا هنا تطبعوا الوان على اللبس، هيدي معاكم كمان شكل حلو قوي. خلاص فان شاء الله برضو هنجربه مع بعض في فيديو. تعالوا نشوف بقى الحاجة المترقعة اللي انا قررت اجيبها وقلت ممكن يكون في حد بيدور عليها مثلا وتفيدكم. انا عيد ميلاد فرح بنتي قرب، فكنت عايزة اعمل لها مفاجأة كده شوية في العيد ميلاد. فعارفين يا جماعة الفيديوهات اللي بنشوفها على التيك توك وعلى اليوتيوب وكده اللي هما بيبقوا بيطلعوا من التورتة، بيبقى التورتة متركب فيها دي وصاحب العيد ميلاد بيشدها بيطلع له اكياس جواها فلوس. فانا الصراحة ناوية اعمل الفكرة دي لبنتي، هيبقى الاكياس دي هي مجموعة اكياس كتير بتحطوا الفلوس هنا وبعدين تلزقوا الكيس في الكيس التاني وتركبوا فيه وهكذا، وفي الاخر بتثبتوهم بيطلعوا من الفتحة دي وفي حاجة بتثبتها في عصاية وبتتركب في القطعة دي. يمكن بس مشكلتها ان هي حجمها كبير، يعني انتوا شايفين حجمها حجمها هي قد ايدي شايفين. فانا الصراحة فكرت ان انا اعمل لها تورتة مخصوص تبقى فاضية وجواها دي، وتورتة تانية بقى تبقى هي دي اللي هتتاكل، انما دي علشان خاطر طبعا هتاخد مساحة كبيرة قوي من التورتة، فقلت خلاص انا اعمل لها تورتة صغيرة على قدها. هي فكرة مترقعة بس قلت يمكن حد يكون بيدور عليها. خلاص تعالوا نشوف بقى اخر حاجة تبع الصلصال، او خلوها برضو في الاخر تشويق كده عشان الناس تبقى قاعدة معانا ومتابعين. في حاجة كمان يا جماعة تبع الريزن اهي، انا كنت ناسيها خالص. انا جبت ماسكات جديدة للماسك بتاعي، دي فلاتر سوري، فلاتر جديدة للماسك بتاع الريزن. الفلتر ده بيتركب في ماسك الريزن علشان يحمينا من الغازات. هما دول كام تقريبا؟ 10، 1 2 3 4 5، هي مجموعة 10. انت بتحتاجي طبعا 2 وبتغيريهم بقى كل شهر تالي في الرينج دوت. انا معرفش بالظبط الوقت ايه وحسب برضو انت هتستخدميه قد ايه يعني. خلاص تعالوا نشيل دول كده اللي خلصوا، نشيلهم على جنب. لا دي فيها حاجة مهمة خليها. طيب تعالوا نبدأ نشوف الحاجات بتاعة جهاز الكريكت. دي ابر او مش ابر، اللي هي مشارط بالاكتر، السن بتاع اللي احنا في اداة ابرة كده موجودة في جهاز الكريكت، هي اللي بتحفر على الفينيل وبتحفر على الورق وكده، فمع الوقت ممكن تبوظ، فاحنا بنشتري لها ابر زي دي. الابر دي بصوا لا يعني سعرهم حلو قوي وتقدروا بقى تستخدموا منهم، وانا طبعا جبتهم، انا لسه ابري ولا حصل لها حاجه بس جبتهم احتياطي علشان لو انا احتكت، لان انتوا عارفين طبعا مشكله علي اكسبريس ان هو بياخد وقت جبار ان هو يبعت الحاجه. فعشان كده انا مجرد ما قررت ان انا هجيب الجهاز بدات ان انا اجيب الاغراض بتاعته، وبالاكتر كمان يا جماعه لان الصراحه الادوات بتاعته غاليه قوي. يعني يمكن العلبه بتاعه الادوات دي كانت بتتباع هنا ب 220، انا طبعا مش فاكره جايباها من علي اكسبريس بكام، بس طبعا مش كده خالص، 220 ريال ها الاصليه. فدي تقليد ليها بس الصراحه لا طلعت حلوه جدا. وطبعا في بقى ايه اعداد مختلفه من الادوات، اشكال مختلفه، خامات مختلفه، فانت بتختاري الانسب لك. بس الصراحه السد دي حلوه جدا، انا جربتها برده في تجربه وان شاء الله هتنزل لكم في فيديو لما ابدا اعمل لكم فيديوهات للجهاز. بس الادوات حلوه قوي، دي الابره اللي بنشيل بيها في الفينيل، دي برده تقدروا ترفعوا بيها، ده الملقط ان احنا نشيل بيه، دي اللي بنضغط بيها الفينيل او مثلا بتتنوا بيها ورق، والمقص والكفر بتاعه الصراحه لا سات حلوه جدا وخامتها كمان حلوه قوي. وانا فاكره ان سعرها كان حلو بس مش قادره افتكر السعر كان كام. خلاص جبت ده كمان، ده فينيل برضو بس حراري، فينيل حراري بمعنى ان هو يتحط على الهدوم، مش الفينيل العادي اللي هو بنحطه على مثلا الريزن او ممكن نحطه على الجبس كمان، دوت اسمه فينيل اسطح، انما ده فينيل حراري وبيتحط باجهزة مخصوصة ممكن احنا نستخدم بدلها مكوى، ودي هتبقى تجارب برضو هنعملها في فيديوهات قدام. وعشان كده بقول لكم اللي مش مشترك في القناة يلحق اشترك في القناة، لان كل الحاجات اللي قدامكم دي هنعمل منها فيديوهات حلوة قوي واكيد هتستفادوا. بصوا ده كمان فينيل حراري بس اسود، اهو زي ما تشوفين، دي ورقة عادي
برضو ده حراري للهدوم علشان نقدر نعمل حاجات بقى ان شاء الله على الهدوم نجربها. خلاص كده جينا لاخر حاجة بتاعة الصلصال الحراري واللي انا كان نفسي اوريها لكم على مج مش بالمنظر ده. شايفين ايه دي يا جماعة؟ دي رموش. انا بعت اشتريت رموش، هي بتتباع طبعا للعرايس وكده. انا بعت اشتريها وقررت ان انا استخدمها، هي يا رب تكون واضحة لكم، استخدمها واحطها في العرايس بتاعتي. طبعا نقدر نقص بقى براحتنا وكمان نقصقص الطول ونظبط كل حاجة. هتتركب ازاي، هتتعمل ازاي، ده بقى يعني لسه تجارب هتتعمل في الفيديو بتاعها. انا ولا مرة استخدمتها ولا شفت حتى حد بيستخدمها، فانا لسه هجرب معاكم في فيديو من الفيديوهات، بس ما قدرتش امسك نفسي اكتر من كده عشان حبيت افرجها لكم. كل الحاجات اللي انتوا شفتوها دي هتلاقوا اللينكات بتاعتها موجودة في الديسكريبشن بوكس اللي هو صندوق الوصف اللي موجود تحت المثلث الصغير اللي تحت عنوان الفيديو. يا رب تكون منتجات النهارده عجبتكم، واستنوا مني فيديوهات جايه كتير قوي ان شاء الله. لسه مشتركش في القناه انزلوا بسرعه اشتركوا في القناه واعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. واللي مكمل الفيديو لغايه دلوقتي شكرا جدا لدعمكم ليا، يا رب تكون الحاجه عجبتكم، اكتبوا لي رايكم في الحاجه، واستنوا فيديو جديد. سلام عليكم.